مهرجان المقام العراقي حدث ثقافي وفني يهدف إلى تسليط الضوء على أحد أقدم الفنون الموسيقية التقليدية في العراق، نظم في مدينة الموصل في تجربة جديدة على المدينة، جمع نخبة من الفنانين والموسيقيين المتخصصين في أداء المقامات العراقية بمختلف أنواعها. أغاني مصلاوية تراثية، حتى إذا ما كانت تراثية كانت الملا عثمان يعني، فتفاعلوا ويانا حبوا هذا الشيء، وأطمح إن شاء الله أكون مطربة الموصل، إن شاء الله أحيي التراث الموصلي البغدادي، أكيد راح أدي أغاني جديدة بس تكون مايلة للطرب أكثر ما هي مايلة لهذا الوقت. شاركت بهذا البرنامج الموصل مقام الموصل، هدفنا هو يعني شاركت كشخص الشنغالي كشخص يزيدي على أساس الفلكلور اليزيدي، وغنيت شموابيل وأغاني يزيدية، والحمد لله حتى غنيت وياهم أغاني مصلاوية. مشاركتنا هنا حتى الناس يعني تعرف أنه أكو ثقافات متعددة. ويعد المقام العراقي جزءاً مهماً من التراث الموسيقي العراقي الذي يعكس عمق الثقافة العراقية وتنوعها. تضمن المهرجان عروضاً موسيقية حية، حيث قدم الفنانون مقاطع غنائية وموسيقية تمثل مختلف المقامات مثل مقام الرست، الحجاز والصبا. المقام العراقي هو أهم ما يميز وما يرثي أنه الموسيقى العراقية بصورة عامة وخاصة، خصوصا انه من قبل يعني 17 سنه الى هذه اللحظه، ولا زال انه يرتل في الكنائس والجوامع، فيبقى ان شاء الله انه موجود رغم كل الغزو رقم ان شاء الله. وحظي المهرجان بحضور جماهيري كبير من عشاق التراث والفن العراقي المهدد بتيار الاغاني التجاريه والهابطه. تعمل هذه الانشطه على تعزيز الروابط بين الاجيال القديمه والجديده وإحياء الهوية الثقافية العراقية في وقت تواجه فيه الثقافة التقليدية تحديات عديدة بحسب الحضور. الحضور كان جدا مميز، النشاط أيضا يحسب لمدينة الموصل، يحسب لشباب مدينة الموصل، خصوصا وأنه اليوم إحنا كجيل جديد نجهل الكثير عن مقام الموصل وعن مقام العراقي خلينا نقول بشكل عام. شكرا للمبادرة هذه، إن شاء الله تكون هذه فاتحة خير وبداية خير لسلسلة أنشطة تهتم بحفظ التراث الموصلي والعراقي. لبرنامج نسمة الزاغروس، محمد طلال، الموصل.